يا ابويا تعرف حاجه عن الاتحاد والحلول؟ لا. طب قل لي يعني ايه وانشلني من اوحال التوحيد، قل لي يعني ايه واغرقني في عين بحر الوحي. لك يعني يا ابني ده كلام جميل يا ابني، ده مشايخنا الناس العظام جدا، العظام جدا هم اللي قالوا الكلام ده. انت تفهم ايه يا ابني؟ يا ابني انت حتى لو جيت دكتور برضه مش هتقدر تفهم الكلام ده يا ابني. ده كلام يا سلام، اقرا الكلام ده بس انت وعيش كده الروحانيات بتاع ليش دعوه بالكلام اللي بتقول يا ابني؟ الكلام ده واحد وجود، ده اتحاد وحلو. لا مش ممكن سيدنا الشيخ حسين معوض الله يرحمه يكون بتاع وحدة وجود، مش ممكن سيدنا الشيخ عبد الجواد الدردير يكون بتاع وحدة وجود، مش ممكن سيدنا الشيخ حافظ سليمان يكون يؤمن بالاتحاد. يا سيدي نعم، دول أشخاص، دي قضية مش قضية أشخاص، دي قضية دين، قضية مبادئ. فأنا بضرب لك مثل من الواقع الحي، إنه كلام وحدة الوجود موجود في الأوراق والعوام يرددوه، هم ما يعرفوش وحدة الوجود، لكن يقولوا انشلني من أوحال التوحيد. الله أكبر، لما التوحيد يبقى أوحال ربنا ينشلنا من أوحال التوحيد، إيه اللي بقى بعد التوحيد؟ ومتى كان للتوحيد أوحال؟ متى كان للتوحيد أوحال؟ وبعدين يقول له أغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا به. يعني أبقى أنا أنت وأنت أنا، بس بأسلوب ثاني غير اللي قاله ابن صالح وغير اللي قاله ابن عربي، أسلوب ثاني لكن الحقيقة واحدة والمضمون واحد. لكن بيقولوه وحافظينه، وأنا حافظه من أيام ما كنت صغير. الله، لكن اهو ده موجود وغيره وغيره. شوف لما يقول لك اللهم صل على سيدنا محمد بحر انوارك ومعدن اسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وامام حضرتك وتراب ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيد انسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين اعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الاسماء والصفات. وامثال هذا في اورادهم بها يقعون في الشرك من حيث يشعرون او لا يشعرون. من اجل هذا نحن نحذر من خطوره هذا المعتقد، او قل من اثاره المتبقيه ايضا. ولكن يبرر بعض علماء الصوفية المعاصرين وحدة الوجود بأنها وحدة مشاهدة. لا لا، قضية أخي، ما هي يعني الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق؟ لا، ده هم كانوا يقصدوا يقولوا إن هم بيروا الله في كل شيء، يروا عظمة الله، يروا قدرة الله، يروا جمال الله. لكن قلنا لهم فارق بين وحدة الوجود ووحدة المشاهدة، فوحدة الوجود نظرية باطلة فضلا عن الاتحاد والحلول، بل هي نظرية كافرة ولا يقول بها إلا كافر. وإذا اعتذر البعض بأنها وحدة مشاهدة وليست وحدة وجود كنا شتان بين الاثنين. يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله إن وجود الله مغاير لوجود سائر المخلوقات، وهذا العالم مغاير لذاته جل شأنه وهو منفصل تماما عنه، فالله مستو على عرشه بائن من خلقه. فقد تسمع بعض الفلاسفة أو بعض المتصوفين يقول لك إنه يرى الله في كل شيء، وهذا التعبير صحيح إن كان يعني أنه يرى آثار قدرة الله ويرى شواهده ويرى دلائل عظمته. أما إن كان يعني وحدة الخالق بالمخلوق أو وحدة الوجود كما يعرف بها الكثرة فالتعبير باطل من ألفه إلى يائه، والقول بذلك يكون كفرا بالله وبالمرسلين. وفي الحقيقة فيما أوردناه من أقوال
لأصحاب هذه النظرية الكافرة لا نجد فيها ما يسعفنا بأن نؤولها إلى أن تكون وحدة المشاهدة، لأنني أؤمن بأن الإنسان قد يؤول ويخطئ في تأويل، وإن تأول تأويلا يؤدي إلى الكفر، فإن أخطأ في تأويله فإنه معذور بخطئه في التأويل، لكن كلام أصحاب وحدة الوجود لا يحتمل تأويلا ولا يقبل تبريرا، فكيف نؤوله وكيف نبرره؟ وأتباع التصوف وأقطاب التصوف إذا ما شابهناهم بهذه الحقائق قالوا هو كلام مدروس علينا، لأنهم لا يستطيعون تأويله ولا تبريره. فنظرية وحدة الوجود نظرية باطلة عقلا وباطلة شرعا، وهذا هو المتبقي من هذه النظرية، أننا نثبت بطلانها عقلا وشرعا، وإن كانت بينة البطلان لكن من باب تتمة المعلومة واكتمال الفائدة نبين هذا حتى يكون بيانا لبطلان كل اتحاد وكل حلول قل أو كثر، جزئيا كان أو كليا، كما زعمه صنوف من أهل الكفر ممن انطووا تحت راية الإسلام أو ممن كانوا خارجين عنه أصلا. لا يتسع المجال للكلام عن بطلان نظرية وحدة الوجود عقلا وشرعا، فيبقى الكلام عن هذه الجزئية مع بيان بقية صور المعتقد الصوفي بخلاف وحدة الوجود أو بخلاف هذه الفلسفة. يعني ما معتقد الصوفية بعيدا عن الفلسفة هذه قضية أخرى، يبقى الكلام عنها مع بقية المنهج الصوفي من حيث الشريعة والحقيقة والمملكة، مملكة الديوان الصوفي والمقامات الأحوال إلى آخر هذه القضايا فيما يوفر الله تبارك وتعالى. مكتفين بهذا القدر، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.